يفام سبور بلس أيمن زروق حوصلة لأهم الأحداث الرياضية في الـ 24 ساعة. مساء الخير، أهلا وسهلا بالجميع في حلقة جديدة من سبور بلس. توا 7:04 على يفام أحلى راديو. حلقة الخميس 26 مايو 2022، كالعادة نرجع على كل مسار من زوز مباريات وقراءة في الجولة السابعة للبلاي أوف بلاي في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. مرحبا بكم الناس الكل في EFM سبور بلس. اليوم نحكي دونك عودة على زوز مقابلات. الاتحاد الرياضي المناسيري يفوز على ترجي الرياضي تونسي ويقلب كل الموازين في ترتيب البطولة وكل شيء مشكي وعاود من الأول وجيد. عودة بكل تفاصيل على المباراة، فوز الاتحاد المناسيري والتصريحات، كذلك نحكي على هزيمة الترجي وقراءة في الترتيب ما بعد النتيجة هذية، كذلك نحكي على مباراة نادي الإفريقي واتحاد بنغردين فوز نادي الإفريقي، وكذلك باش نحكي وعلى البلاي اوت. كل الامكانيات والفرضيات مازالت متاحه في البلاي اوت بعد جوله الخامسه من مرحله تفادي النزول. هذا وغيره من الأخبار والمسجدات. نسأل مباشرة على كل فريق الإعداد، أمير في الإخراج، تحية لوسام بن حسين وبشرة في العمل الصحفي وفي الإعداد، عبير الزغدودي وأيمن الويهي في السيت ويب وفي السوشيال ميديا، وصديقتنا إيمان الجدي وإيمان رابح في الإي إف إم تي في. سعيد جدا أني باش نكون معكم ورفقكم في سويعة من زمان، كذلك موجودين معي في البلاتو سمير السليمي. مساء النور، أهلا وسهلا سمير. مساء الخير، تحية لك زروق، هي اللخيان الحاضرين المحترمين الخلوقين المزيانين المحلام سي وليد، ربي فضلك يا سيدي. الاوصاف هذيا الكل قيصر يعقوبي تعملوا عكس هذا ايش حاب يقول؟ لا والله لا فهمتي. وتحيه للناس الكل تسمع فينا اخوي. صافا في فورما؟ صافا الحمد لله. هاكا تشوف البطوله بتاعنا مستير تخسر مع الكلوب تربح الاسبيرونس، الاطوال تربح ثلاثه بنغردين تمشي تخسر في الصفاقس، مشكشكه معناها المستوى كله إنه جنون الرابطة الأولى. أي متقارب ياسر المستوى. مرحبا بك سمير سليمي. رافقنا كذلك قيس اليعقوبي التمساح. مساء الخير، أهلا وسهلا قيس. مساء النور زروق، سمير، وليد، الأولاد بيان سور، طارق سالم وعمار جمال اللي إذا كانوا يسمعوا فينا. جون دوت صعيب شوية، مشكلتي مع الطقس شوية، أنا تسخن مرة تسخن مرة تبرد كي شامبيونا نتاعنا. أي كيما شامبيونا نتاعنا. مستوى متقارب، مستوى متوسط ماكسيموم فوق شوية المتوسط، لكن الحاجة الباقية باش يعطينا شوية تشويق من هنا لآخر الموسم. كنا نسخيبوا التشويق على لي بلاس افريكان، ولا توا التشويق حتى على اللقب بيدون على البطل. مستير قلب كل شيء، ان شاء الله من هنا لآخر شهر جوان نشوفوا ماتشوات اللي يرتفع فيها شويه المستوى. ولو انه اليوم مباراه الاتحاد المستيري اللي شفتها فرشت فيها باهي النيفو والترجي الرياضي، النيفو اكثر من مقبول، اكثر مقارنه بالمباريات الاخرى. كذلك رافقنا وليد قرفاله. مساء النور، مساء الخير ايمن، مرحبا بك، مرحبا بكل المستمعين، الناس اللي تابعوا فينا في ام تي في، المعلم سمير، الكوتش قيس اليعقوبي. المستير زاهي عندهم شيخين الايامات، البارح بسكيت اليوم فوت يذول لي انت لابس بالازرق السماوي، بالازرق جيت بتبعتها هي ان شاء الله سرتو في خاصه في الباسكيت بالحق، معناتها لقب ان شاء الله يكون مهم للاتحاد الرياضي المونستيري يوم السبت عنده الفينال ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله بالحظ والتوفيق لليسمو. مرة ماتش البارح كونتر الزمالك شخت البارح على المسير الحقيقه. مرحبا بك وليد، مرحبا قيس اليعقوبي، مرحبا سمير السليمي. بعد شويه باش نتناولوا المباريات من جوانبها الفنيه والتكتيكيه، كذلك نحكيوا على التصريحات، لكن البدايه خلينا نشوفوا اسكو فما حاله تحكيميه اليوم في زوز مباريات والا لا، هذا باش يكون موضوعنا في الانفو دي جور. الانفو دي جور دونك الاخبار نتاعنا هو اليوم هو فوز الاتحاد المناسيري وهزيمه الترجي، كذلك فوز النادي الافريقي على اتحاد بنغردين 2-1. وباش نبداو كالعاده كما سنسنا مع الحالات التحكيميه مع الخبير التحكيمي الحكم الدولي السابق وحيد صالح. مساء الخير، اهلا وسهلا كابتن. مساء الخير ايمن، ومساء الخير للكباتن المحترمين والجهاز المصاحب لك ان شاء الله، الجهاز الفني والاداري. مرحبا. أكيد اليوم البطولة خشت منعرج آخر أيمن،
حتى بالنسبه للحكام طبعا التركيز بيولي مضاعف يعني في الجولات القادمه. اتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله هذا ما اتمناه. اليوم ما فماش حالات تحكيميه مثيره ياسر للجدل والا حالات عملت جدل كبير برشا، لكن شنو عندك ما تعلق هنا نحكيوك على مباراه الترجي والاتحاد المنسيري او كذلك مباراه النادي الافريقي واتحاد بنجردي؟ أنا كانت الاتحاد المنسيري والترجي الرياضي المالكي، طبعا هناك حالة في الدقيقة 31 أيمن تدخل حارس الترجي الرياضي وكان في إصابة حتى لمهاجم الترجي، نتمنى له الشفاء إن شاء الله، ولكن طبعا تدخل الحارس كان هناك تهور يعني من حارس المرمى حاول وصوله إلى الكرة، طبعا من ثم لم يصل إلى الكرة وهنا الخطأ كان موجود. هناك من صورة حسب موجودة أمامنا بالنسبة لمهاجم الترجي في يد مرفوعة لكن لم يقوم بدفع أو بمسك أو ما إلى ذلك. هنا كان على الحكم أعلن على ضرب الجزاء لصالح الاتحاد المنسيري طبعا حسب الصورة الموجودة أمامي. هذه هنا بالنسبة لتدخل حارس الترجي صدقي دبشي على المهاجم الاتحاد المنسيري ومدافع الترجي، ولم يتدخل طبعا حتى التشييك تقريبا الفار ساند قرار الحكم ويتحمل مسؤولية الحكم الفار والحكم الرئيسي. تم تفاعل هنا قبل ما نمشي للحالة المقبلة اللقطة اللي قبل التهور تاع الحارس، هو صحيح كان فما تهور تاع الحارس صدقي الدبشي، لكن كابتن وحيد حسب ما رينا حتى في القناه الناقله المقابله معناتها قناه الكاس اي والمحلل يقول انه ربما كان فما كانت فما هفوه كانت فما مخالفه على المدافع. ولي سامحني ربما اليد انا وراني وقفت الكره اليد بالنسبه للمهاجم ما كانش في اليد ما كانش في دفع او مسك وما اي ما فيش اي اصابه اليد اكيد كانت مرفوعه لكن ما صارش لا دفع او مسك وما الى ذلك. وهنا كان يكون في تشييك وقود يعني حقيقه بالنسبه للحكم يمشي الفار المفروض يكلمه الحكم يجي يشيك يشوف اللقطه وبعدين يتخذ القرار. اما كان تلك العمليه مشت تلك بدون اي قرار هذه نقطه استفهام انا بالنسبه للطاقم التحكيم هذه علم، لكن الخطر او كان موجود تهور يعني من حارس مرمى يعني كان موجود، لكن بالنسبه لليد اللي تحكي عليها كابتن وليد لو جيت ترجع للقطه لا يوجد دفع لا يوجد مسك ما ترتقيش للمخالفه معناها ما ترتقيش. نعم فهمتك. الملاحظه الاولى كان الوقت بدل الضايع كان اعرض عن دقيقتين من الشوط الاول، واحنا شاهدنا تقريبا خمسه او سته دقائق يعني تقريبا اثنين ايقاف للعب. هنا بالنسبه للوقت بالنسبه للمالكي كان يفترض يعطي الوقت اقل شيء يكون خمسه دقائق في الشوط الاول. ليست المره الاولى موضوع في المقابلات الكل الحقيقه موجودة. اشكال هذايا نتاع الوقت بدل ضايع وقت الماري تحسب كانه وقت معناتها افكتيف نتاع المقابله. هنا سؤال هنا وقت اللي يقع ثابت مثلا في الفار ولا هل محسوب هنا مع دقائق المباراه ولا تحسب توقفت اللعب هذا من وقت المباراه احنا وقفنا ايقاف المباراه بنشيك الفار عادة الفار هو من دقيقه دقيقتين، لكن يفترض ان كذا احنا شاهدنا الايقاف تقريبا كان اربع دقائق في الحاله الاولى والحاله الثانيه تقريبا دقيقتين في اقل شيء كان يكون فيه خمسه دقائق دقيقتين بس الشوط الاول. هذه بالنسبه للملاحظه في الوقت. هذا في التعادل الثاني الاتحاد المنسيري في الشوط الثاني كان يكون في شك تسلل لكن بعد رجوع للقطه طبعا المساعد كان مركز حقيقه وهدف سليم 100% بالنسبه لهدف التعادل. هذا بالنسبه للمباراه الاتحاد المنسيري والترجي ونعتبر الحكم موفق لان باعتبار الاخطاء ما غيرتش نتيجه المباراه ونعتبر الطاقم موفق يعني. اما لقطه وحيده في مباراه النادي الافريقي والاتحاد بن قدان هناك في الدقيقه 43 ركله جزاء لصالح النادي الافريقي بعدما كانت سيطره الكره تحت سيطره مدافع الاتحاد بن قدان هنا استطاع مهاجم النادي الافريقي ان يصل الى الكره ومن ثم حصل اهمال من مدافع الاتحاد بن قدان والحكم كان قريب واعلن ضربه جزاء. تشيك بالنسبه للفار كان طبعا باللاسلكي او بالسماعات بالنسبه للفار اكد على ركله جزاء صحيحه
وهنا طبعا قرار صحيح من الحكم عامر شوشان وبقيه اللقطات لم يكن هناك لقطات تفتح حقيقه وفق ركله جزاء صحيحه يعني النادي الافريقي لا نقاش فيها. هناك اهمام مدافع اتحاد بن قدار ركله صحيحه وقرار سليم من عامر شوشان. اعتقد ايمن بالنسبه للمباريات امس واليوم تقريبا الطواقم يعني كانوا موفقين. نتمنى طبعا اكيد ايمن الجولات القادمه حتكون طبعا مصيريه وصعبه جدا يكون الحكم مناسب للمباراه المناسبه ان شاء الله. نتمنى لكم التوفيق. يعطيك صحه كابتن وحيد صالح. نعرفش كيف فما تفاعلات والا تساؤل والا توكيم اللاعبين باش يرتاحوا باش ياخذوا 24 يوم صحيح فيهم لقاءات الكاس لكن ربما مش برشا ضغوطات باعتبار انه اغلبيه الفرق باش تلعب مع ديزيكيب ديفيزيونير معناتها فرق من مستويات الا النادي الافريقي معناتها تراش كابتن وحيد انه حتى الحكام مطالبين في الفتره هذه يزيدوا يخدموا اكثر على الفار لتلافي الاخطاء اللي ريناها في الفتره الاولى. المفروض هذا يرجع طبعا بالنسبه للمسؤوليه تقع على اداره التحكيم في الجامعه التونسيه لكره القدم. الان التقاط الانفاس ومراجعه الجولات السابقه والاخطاء التي وقع فيها الحكام وخاصه في عمليه التنسيق بين الحكام وتقنيه الفار لكي يتفادوها في انا اعتقد الايقاف هذا ايجابي بالنسبه للحكام لمراجعه وخاصه الجولات القادمه حتكون حاسمه يعني فاعتقد انه ايجابي جدا ان هم يركزوا اكثر ويراجعوا الاخطاء التي وقعوا فيها والارتباك. طبعا الارتباك حصل وانا اعتقد الارتباك باعتبار الفار جديد بالنسبه للبلاي اوف والجامعه التونسيه كره القدم هذا نوعا ما لكن هناك ارتباك غير مسموح به ايمن. الان ما عادش نسمحوا بحادث ما ارتباك او خطا او التماس بعد الذي حصل. الان تركيز وتركيز وتركيز وهذه مسؤوليه الاداره الوطنيه للتحكيم في الجامعه التونسيه لكره القدم. يعطيك صحه كابتن وحيد صالح خبيرنا التحكيمي شكرا على التفاصيل هذه الكل. نخرج فاصل ثم باش نرجع نحكي على المباريات والقراءات الفنيه مع ايمن زروق على اي اف ام. مرحبا بكم الناس الكل في سبور بلوس باش نحكيو على المباريات ولا بدايه امير بالشيفر دو جور مش التاكو تاك توا عندنا شيفر دو جور الرقم تاعنا هو 1 باش نكتشفوه توت سويت. شيفر دو جور سمير الرقم تاعنا بنجم يكون كان 1 وهي اول هزيمه للترجي الرياضي التونسي الموسم هذايا في مرحله البلاي اوف. الاتحاد المناسيري يلحق ترجي هزيمته الاولى ويتقلص الفارق الى 2 نقاط فقط مع المتصدر 17 نقطة للترجي 15 للاتحاد المناسيري ثم طبعا شو نحكي على نادي الفريق عنده 13 نقطة كذلك في المركز الثالث. أول هزيمة للترجي سنة في البلاي اوف. وي الترجي بطبيعة الحال متصدر الدوري التونسي وكلام هذا قلنا أنه مردوده في بعض الأحيان ما يقنعش صراحة وقلنا شيء هذايا خروجه من أبطال إفريقيا في بعض المباريات رينا مردود ربما أقل من المنتظر من فريق من مفروض يكون مردوده أفضل برشا من هكا. تقول لي تراجع الترجي أو تحسن مستوى بتاع الفرق الأخرى نقول لك تراجع الترجي لأنه الفرق الأخرى منها المستير ومنها الإتوال وصفاقس والكلوب وغيرها تعرف مشاكل كبيرة كذلك على المستوى الفني اللي خلى ترجي يعرف بعض الصعوبات في بعض المباريات وهزيمة اليوم كذلك تأكد أنه تراجع الترجي وليس تحسن على مستوى أداء الفرق الأخرى. تراجع الترجي ينعكس على تراجع عدد كبير من لاعبيها متاعه على مستوى كذلك الانتدابات فماش النجاح إلى حد الآن ولو نتكلم على بعض اللاعبين اللي ما عرفوش التوفيق والنجاح في بعض المباريات فبالتالي التراجع هذايا يخلي الترجي يعرف الهزيمة متاعه أمام شكون أمام فريق اتحاد الرياضي المنستيري اللي رغم صعوبة الكل رغم فقر الرصيد البشري رغم انه النسق العالي نتاع المباريات واذا كان يغيب منيح بلزوز تاثر المستير فرغم هذا فان الاتحاد الرياضي المنستيري انتصر في ماتش مهم عاد التشويق مره اخرى للبطوله على مستوى التتويج لانه الترجي اذا كان انتصر نقولوا باي باي البطوله انتهى امرها ولكن توا تغيرت الامور والفرق الاربعه والخمسه طامعه
اما في التتويج او في مركز على مستوى البوديوم. نقعد بشكل عام المباراه تاع المسير والترجي قيس اليعقوبي فنيا هنايا ترجي ما عرفش يتحكم في تقدمه في النتيجه مرتين، ولا الاتحاد المنسيري هو اللي كان متفوق وكان ممتاز وكان اجريسيف وربح الثنائيات واجبر الترجي انه يهزم واستحق كمان الفوز نتاعو. وقبل الدخول في تفاصيل المباراة خلينا نقول أن الترجي أمنى وسكور دو فوا، يعني مرتين السيناريو نتاع الماتش خليوك أنت متقدم معناها متحكم أكثر في الماتش والمستيل يجري ورا السكور، وديما الفريق اللي يجري ورا السكور هو الفريق اللي ربما ما يجريش لفان دو ماتش بالكدا. لكن تعكست اليوم الترجي هو كي تري مال جيري سافان دو ماتش، هذا واحد. اثنين الترجي عمل دو زونتام تاع لا بروميير ميتون تاع الماتش ولا دوزيام ميتون قويين، سجل هدف تلغى في الشوط في بدايه الشوط الاول، ثم بعد سجل الهدف الاول نتاع الانتصار وضيع سمير فورستين كان ينجم يوفى الميتون 3-0. لا دوزيام ميتون اون بون اونتام وقت الماتش 1-1 عمل اون بون اونتام لسبيرونس دقيقه لعب ولا اقل كيما الشوط الاول، يسجل هدف الترجي ويضيع وراه زوز فرص واضحين تاع 3-4 متر مع الجارديان. بور موا بالنسبه للزاتاكون اللي ضيعوا في ماتش كيما هكا وزن برشا وثقيل سو سون دي فوت بروفيسيونيل. تو وليد بعد تفسرش معناها اون فوت بروفيسيونيل. ما نحبش نقول انه اليوم الترجي اعطاه فرصه للمستير باش يربح الماتش خاطر نولي نحي الاستحقاق تاع الاتحاد الرياضي المنستيري. الاتحاد الرياضي المنستيري مع مجريات اللقاء استحق 3 نقاط نتاعو قبل ما ندخلوا في التفاصيل، لكن الترجي عديد الاشياء للمراجعه، وكنا في كل مقابله حتى ينتصر فيها الترجي كنا نقولوا انه الترجي يا اما فما التغييرات يا اما الشكل نتاع الفريق على الملعب دفاع 3 ولا يلعب بالاربعه على جيستيون نتاع لي جوار بليسي واللي راجعين. دونك اليوم يظهر لي يا ان بروبليم فما مشكل في الترجي اليوم فني نفسي تو بعد نعرف. تو بعد شويه نحاولوا نجاوبوا على السؤال هذا. نكمل معاك وليد كالعاده بشكل عام. مباراه نجموا ناخذوها من زوز زوايا، من اخفاق الترجي او من الاكسبلوا نتاع الاتحاد المنسيري ومدربه ومهاجمه كذلك الجزائري اللي كان متعرض للحمله نتاع انتقادات كبيره برشا. نحب جم باز على الشيفر اللي هو واحد اللي هو الهزيمه الاولى تاع الترجي. مي انا نقول لك في البلاي اوف سيتي دون ليغ، انا كي نذكروا ماتش النادي الافريقي ذكروا ماتش نهار الاحد مع النادي الرياضي السويقسي شغل كوجيني من محمد علي بن رمضان، معناتها الترجي رغم اللي سيطر في الشوط الثاني سمير لاخر دقيقه النادي الرياضي السويقسي كان منتصر وكان قادر انه يخرج منتصر. اليوم الترجي وقع في المحظور امام الاتحاد الرياضي المنستيري الحقيقه بطريقه ما تعودناش بها تصير في الترجي الرياضي التونسي على الاقل على امتداد السنوات الاخيره. سايب انه الترجي يتقدم مرتين في نتيجه وترجع عليه، يعني انه اللاعبين نتاعهم ديما فما نتاعو ديما فما الخبره فما الماتوريتي فما التعامل مع المعطيات تاع المقابله اللي كنا تحدثنا عليها نهار الاثنين بعد مباراه النادي الصفاقسي. فوالا وحتى الحقيقه معناتها حتى المقابلات راهو اللي انتصر فيهم خلينا نذكروا السادة المستمعين والناس اللي تفرج فينا 2-1 ضد النادي الرياضي الصفاقسي في دقيقة 83 أو 84 بعد صعوبات كبيرة، ضد الاتحاد الرياضي المنستيري هدف لصفر ضربة جزاء في الدقيقة 74-75، ضد النجم الرياضي الساحلي هدف ضد مرمي مع مردود ومن بعد تراجع والنجم الرياضي الساحلي كان قادر على العودة. الحقيقة فما مشكل كما قال الكوتش قيس اليعقوبي على المستوى الفني على المستوى التكتيكي على المستوى الفردي، لكن الأهم مشكل بالنسبة لي أنا سي بروبليم سيشيك على المستوى الذهني. اليوم مشكل ترجي على المستوى الذهني، واليوم النتيجه خلينا نقول لك النتيجه واللي صار ريبونديسمون اللي صاروا في اللقاء والتغيرات اللي صارت في اللقاء تعكس شخصيه زوز مدربين تاع زوز فرق. بصراحه شوفوا كيف معناتها المستير قعدت مؤمنه بحدودها لاخر دقيقه، ونعرفوا فوز البنزرتي في الشيء هذايا لانه يمن بالمجموعه نتاعو ويمن ولا يمن قيس تتذكر عام 90 فوز البنزرتي انت وسمير كيفاش رجعتوا في البطوله 13 بوان هذه شخصيه فوز البنزرتي. في المقابل الحقيقه نشوف لو كومبورتمون الحقيقه مع كامل احترامي لي انا ما عنديش صلاحيات باش نناقش فنيا كومبورتمون غلاسيال نتاع رادي جعايدي كيفاش البروده اللي يتعامل فيها، لانه راهو شو نقول لك نجم تضيع لي مره ملاعب تضيع لي اثنين
نحملك مسؤوليتك. اش قلت لك فوت في الفيستير نحملك مسؤوليتك. سامحني عيط له محمد علي بن حموده ولا حمد لوني ولا كي يبدا اللعب اي لاعب مهما كانت قيمته، عيط له ونحمله مسؤوليته حتى في وسط المقابله. لا وليست المره الاولى اللي فما كلام يتقال يعرفوا الاولاد، فما كلام ينجم يقولوا المدرب يمسلم لاعب يعيش كاين مش معقول. راه التعامل معناتها بالبروده هذيك، هذيك علاش قلت لك المعطيات تاع اللقاء والشيء والتغيرات اللي صار في اللقاء تعكس شخصيه زوز مدربين. مدرب يمن بروحه ورباح ولاخر لحظه وقرح، ومدرب الحقيقه شفنا برشا فما امور الحقيقه برشا المراجعه في الترجي الرياضي التونسي على المستوى الفني وعلى المستوى الذهني خاصه. نقعدوا مع الترجي باعتبار انه قاعدين نحكيوا على الترجي اليوم. راضي جعدي ما صرحش بعد المباراه بل صرح مساعده انيس البوسعيدي، اسباب الهزيمه نسمعها من عند مساعد المدرب للترجي. ضيعنا الانتصار، كان في مقدورنا انه نقتلوا الماتش، داونا دو تروا زوكازيونات سجلناش، ادفرسير دو زوكازيون ماركه، ملي كنا احنا قراب برشا الانتصار المسير سجل هدفين. وقت اللي ضيع تقبل ضيعنا الكاو مرتين في الشوط الاولاني، كيف ضيعنا عديد من الفرص في الدوزا ان، كيف ضيعنا الكاو مرتين، ضيعنا كنا نجم نقتلوا المقابله ما حالفناش الحظ، ضيعنا دي زوكازيونات، خسرنا مقابله، زعلنا ثلاثة مقابلات. الكل يعرف واش معناها المقابلات الجاية، دونك حاضرين ان شاء الله باش نرد الفعل ان شاء الله. ما تلعبش من جديد، ما زوج نقاط، فما زوج نقاط، زدنا زوج نقاط، كنا اليوم نجمو نلعبو 90%، كنا قرب برشا من الانتصار اللي قربنا برشا من البطولة، لكن ما زالت البطولة، ما زالت ثلاثة مقابلات، ما زلنا عندنا نقطتين يظهر لي على المنافس تاعنا، كل شيء بيدينا، ما زال كل شيء بيدينا، ما زلت ثلاثة مقابلات، نربحو مقابلاتنا، إن شاء الله نكون يعني البطولة، فلتنا يعني فرصة كبيرة اليوم باش نتناو على البطولة، لكن الغالب. هذا أنيس البوسعيدي يقول فلتنا على روحنا فرصة باش نتهنيو على البطولة، لكن مازال ما تلعب حتى شيء ومصير الترجي بيدي. باهي، نقطة تحدث عليها قيس يعقوب، نحب نحكي فيها معاك سمير السليمي. كي تتقدم مرتين في النتيجة ويرجع عليك المنافس ثم يسجل عليك الهدف الثالث، على شنو يدل معطى كيما هكايا، خاصة أننا نتحدث على الترجي الرياضي التونسي، بما معنى أنه عديد من مرات المحللين يقولوا أنه الترجي يلعب باسم الترجي وبهوية الترجي. رجي مثلا كما صار في مباراة صفاقس، وقت اللي يبدا في نهار اوت ما يخسرش الترجي، يعرف وقتاش يقلع مبارياته. انك تتقدم مرتين في النتيجه ويرجع لك المنافس في وانت حاجتك باش تتهنى ويوفى مصير البطوله، على ما يدل هذا يا سمير؟ هو في الحقيقة برشا دلالات. أولا الساعة الاستحقاق متاع الاتحاد الرياضي المنستيري بطبيعة الحال، رغم الفقر على المستوى أو النقص على مستوى الرصيد البشري وضغط المباريات وفوز بنزرتي كان أشار إلى العامل هذا، رغم هذا كله يلقاه الطاقة وربما إمكانية العودة قدام شكون، قدام حامل اللقب وبطل تونس السنوات الأخيرة. لازم نقولوا برافو للاتحاد الرياضي المنستيري. في نفس السياق يعطي بعض الاستنتاجات او ربما التساؤلات فيما يخص الترجي الرياضي التونسي. اذا كان نرجعوا للتاريخ القريب في الخمسة ستة سبعة سنوات الاخيرة على المستوى المحلي وعلى المستوى الافريقي كذلك، ما تذكرش ان الترجي ماركة هدفين ثم رجعوا عليه في النتيجة، ما انا ما نذكرش فما ذكروني ما نذكرش ما نذكرش حتى على المستوى الافريقي، ما عنديش الحقيقه، ما عنديش الاحصائيات او الواحد، لكن بمراجعات او بسرعه ما عنديش، ربما نذكرش ماتش الاسبيرانس كان ربح اثنين ولا ثلاثه وثم رجعوا عليه. هذا على المستوى الافريقي، فما بالك على المستوى المحلي. على المستوى المحلي ترجي، وهنا راهو انا اللوم على الانديه الاخرى مش على الاسبيرانس، الانديه الاخرى تراجع مستواها. اذا كان جات الانديه الاخرى قوية، نتكلموا بصراحة، كان جات الاتوال قوية والكلوب قوية ومستير أقوى من هكا وصفاقس، ترجي تلقى روحه في المرتبة الثالثة، تلقاش روحه الأولى. سنسرمو خاطر ذكروا بالمردود نتاع الديربي وذكروا بالمردود نتاع السي اس اس وغيرها من الماتشات. قلنا عديد من المرات الترجي يصغر في ضعف الفني لمنافسيه دونك فما اشكال في الاسبيرانس.
إشكال في الإسبرانس، إشكال فني، إشكال معنوي على مستوى التركيز على كل المستويات. ما هوش معقول أنك تتقدم في النتيجة وترجع عليك فريق ثاني ثم تتقدم في النتيجة. وكما قال قيس خاطر للملاحظة تفهمت أنا وقيس، هو مش يتفرج في خاطر في نفس الوقت هو مش يتفرج في مستير إسبرانس ونتفرج كلوب ولا ذلك، علاش ما عنديش فكرة. لكن من الكلام قيس يقول لك الإسبرانس ماركي وبعد وراها دوز أوكازيونات ويذيعوا ووصلوا الى درجه انه يعتبروا لو خيان هنا في البلاتو انه سي دي فوت بروفيسيونيل فوالا، نظرا لسهوله الفرص روعونا في التعامل يسمي تاع الكور. دونك هنا هنا تفهم انه فما اشكال على مستوى ربما الكوميونيكاسيون، على مستوى السيطره، لانه ربما مدرب اخر على البنك ربما بن حمودة ولا غيره ديسكور من نوع آخر ويخرج تودو سويت، يخرج تودو سويت إذا كان الفرصة كما الأولاد فسروها لي قبيلة وقال مش معقول معناها تلعب. فبالتالي فما بعض الإشكالات على مستوى الترجي الرياضي التونسي. راو أنا الغاية متاعي الأندية التونسية مكان الإسبرانس، الغاية متاعي مشاركتها في القيل العام الجاي. أنا نحس مستوى بعيد الحقيقة، نحس بألم كبير بصراحة لأنه أندية تونسية خرجت معناها بصفة مبكرة برشا، فهمت؟ وبالتالي نخمم على الموسم القادم. دونك مراجعات كثيرة على مستوى الترجي الرياضي التونسي بتبعت الحال. قيس ثم كلمة قلتها وتحب تتعمق فيها اللي هي قلت بارابور للفرص اللي ضيعهم لاعبي الترجي، قلت فوت بروفيسيونيل خطأ مهني، علاش؟ بتبعت الحال على خاطر نفهموا نجموش احنا ننصبوا مشانق للمهاجمين اللي يضيعون، مهاجمين العالم الكل يضيعوا، لكن لما الحالة تتكرر في مباراة سي اونتر 4 و 5 كراو كنت كنا نسمعوا تو في المدرب المساعد يحكي مركز صايبة وضيع سين المدرب المساعد تو يحكي المسؤول معناها رقم واحد يتسمى تكلم هو اليوم هو اليوم تكلم هو المسؤول رقم واحد تكلم قال بعد ما الماركيو في لا بروميير ميتون اي لا دوزيام ميتون بعد على طول يجونا زوز فرص بور تيوي لو ماتش وما دخلتوش. لكن هذا اذا كان تكرر لك سمير ووليد برشا مرات في الماتش، لكن هذا سي تان مال ريكورون. اش معناها؟ معناها هذه مشكله متكرره في المباريات الكل. احنا شنو نقولوا؟ نقولوا الترجي يصنع كم كبير من الفرص ما يجسمش على الاقل 50% 60% من الكم تاع فرص. يا ان بروبليم تكنيك سا جمس الفرص، يا ان بروبليم تكنيك. وبعد قلت انت تو مشيلو لو بروبليم مونتال الذهني، علاش ملاعبي زعما ولا يخاف ما حبش ياخذ مسؤوليه يتخبى ما عادش يحب، فهمت؟ فم مشكل في الاسبيرونس. خلينا نحكيو زاد حاجه اخرى، عامه باش يكونوا احنا منسجمين مع الراي اللي ندافعوا عليه، حتى كي نقولوا راهو الترجي ماهوش في افضل الحالات وكما السنوات الاخرين، راه ماهوش تنبير على المدرب وتنبير على خدمه الليله، باش نفهموا باش نعطيك السوكل انا. خاطر انا ما نذكرش زاد الاسبيرونس تخسر ثلاثة ماتشوات في فاز قبل البلاي اوف سمير. اسبيرونس خمس سنين على بعضهم شامبيون توا، خمس سنين اي خاصة تحمل الف تتاوين. لا احسب لها كل عام في العام كامل تخسر لك ثلاثة ماتشوات في العام كامل وسترو، فهمت؟ تعمل بوكو دنيول تخسر لك ماتزو توا البلاي اوف مازال ما كملش والاسبيرونس خسر أربعة راح ثلاثة قبل البلاي اوف وتروح اليوم حاجة اللي ما تعودوش عليها انصار الترجي ولا يتبعوا في الترجي ولا الناس اللي تتبع في الكورة في تونس. تحب الترجي ولا ما تحبش هذيك حاجه اخرى السنه البروبليم تطبيع مع الهزيمه اليوم ولات الهزيمه كانه بدا يتعود عليها وضع وهذا الخطر. خطر انت اليوم مش تحكي تقول لنا زروق وعاودت لنا برشا مرات تلعب هويه الترجي لديان الحامض النووي نتاع الربح نتاع الرباح اوكي مهما يكون الاسم مهما يكون المعوض مهما يكون اللاعب تقول لي لا والله ترجي البلايلي وفرانكوم وغيره اللي مش عاوز البلايلي وفرانكوم يحمل ارث نتاع عقليه نتاع رباح ولا هذه الهوية قبل ما نحكيوا على الكوتي تكنيك وكأنها ما حبش نقول مش موجوده وكأنها بدات تغيب دي موا توا الاسبيرونس اليوم عنده فرصه في ثلاثه ماتشوات خاطر نسمع زاد ديما لو بريمير ريسبونسابل تكنيك يحكي على رده الفعل لا رياكسيون قال عندنا ثلاثه ماتشوات اون دو رياجير اتونسيون الاسبيرونس توا موضوع التيتر اصبح محل شك كبير يا سيرفولا مش تبدا تلعب التيتر نتاعك الساعه في ديربي في ديربي
واضح هي المباراة المقبلة للترجي باش تكون ضد النادي الافريقي في الديربي باش يستضيف فيه الترجي معناتها بحضور جماهير ومباراة الحقيقة مفصلية وليد مباراة الموسم معناها خاصة بعد الهزيمة نتاع الترجي وفوز النادي الافريقي كل شيء توا معناتها مشكي وعاود من جديد فوالا كذلك الحديث على ثم نوع من الغضب واجتماع صار شنو نجمو نعرفوا كذلك حمناسك على إصابة بدران هنا الاطمئنان بدران سويت التدخل كان بتاع الحارس صدقي الدبشي في الكرة اللي خرج فيها دونك لباس ما ثماش حاجة مخترم شيء ذول حتى الكلينيك هذيك في المستير جوست بعد الضربة ما ثماش حاجة مخترم بالنسبة للجلسة اللي جمعت رئيس النادي مع اللاعبين والإطار الفني ما ثماش الحقيقة معناتها معطيات ثابتة خرجت لكن الأكيد أنه بعد مقابلة كما هذه غضب كبير وتحميل مسؤوليات للإطار الفني وكذلك للاعبين اليوم على المردود نتاعهم خاصة على الطريقة اللي نهزموا بها ديما نذكروا مش كثروا لريليون هذوما عام سنة وليد مش كثروا بعد كل مرة تحميل المسؤولية والهزيمة للمخيبة بعد ستيف بعد المستير كثروا لريليون هذوما كانت تصير قبل مرة في العام سنة ذولي خامس مرة يحكي الكوتش اليوم فما حاجة خاصة على المستوى الذهني مش ماشي في الترجي رغم وجود خلينا نذكرك قيس سمير وايمن معد ذهني يخدم في الترجي معناته محمد العروسي اللي نعرفوه اللي كان موجود في 2018 و 2019 واليوم موجود في الترجي الحقيقة إذا فما معد ذهني ومعد ذهني مختص معناته في الأمور هذه سمير ونشاهدوا اللاعبين خاطر اليوم المشكل بالنسبة لي أنا تكنيكو تكتيك نخليه على شيرة خاطر أنا ما نجمش ندلوي فيه لكن اليوم نشوف فيهم لاعبية ما مش هما حتى محمد علي برم ذا راهو صحيح سجل هدف ضد النادي الرياضي صفاقسي لكن ما هوش هو محمد علي برم صعيب برشا اللي يسجلوا سلالوم سمير راهو ما بين ثلاثة ولا بالحمودة بالحمودة بالفيرمي وسهل ما قلت لك بلاش ننصب في المشارع انا نحب نقول حاجه برك وكملها صافي باش نتفاعل معك وناخذ باش نحكيو على المستير 10 ثواني مش الترجي علاش خسر الترجي يخسر ماهوش امباتابل اكبر فرق في العالم تخسر طريقه الخساره اليوم يبدو كانه فما بين الظفرين جوبيز ميمو وانا كانوا فما استهتار اليوم فهمت امونك دو ريسبونسابيلتي علاش قلت لك سي فوت بروفيسيونيل سمير امونك دو ريسبونسابيلتي اللاعبين اللي تلعب في النوادي الكبيره لازم تعرف الفرص بحسابها انت tu n'es pas 3-4-0 pour que tu puisses te permettre باش تضيع ولا باش تزيد ان سلالوم زايد ولا نكروشي دو ترو اليوم واحد بلاش اثنين بواحد تعرف اللي البونط راهو احنا نقولوا tu es le match على البطوله سي تقتل البطوله يولي نول تهز البطوله والوزن نتاع الماتش اليوم انا تعرفش معناها تولي سبع نقاط بين كل بين المستير كي تربح توفى وفي كل شيء يولي اذا كان لو فاز اليوم الترجي ممكن هذا الاستهتار اللي تحكي عليه تقعد نقطه فقط تفصل على لقب البطوله المباراه الجايه في الديربي ممكن هي التخمام ولا في الديربي في الاحتفالات وفي كذا على كل نحكي على الاتحاد باش تكمل التواصل مع فكر على المسير ومازال عندنا الكلوب للهزائم اللي صارت لكن انا نستغرب انه رادي جحادي يعرف الترجي رادي جحادي لاعب في الترجي لمده 10 سنوات يعرف شنو هو معناتها القيم نتاع الترجي ربما رادي خلال تجربته التدريبيه والوقت والفرق اللي رمنا مرنها ماهوش نفس الضغط ماهوش نفس المسؤوليه ولا عنده قيم تاع ساوثامبتون معناتها يعني ماتش ترجي لا ايمن ربي يهديك الحقيقه رادي سناء قاعد انا بالنسبه لي قاعد يتعلم في برشا حاجات ويراجع في برشا حاجات وقاعد يعمل كيفاش يقولوها لي بارامتر الكل قاعدين يتعاودوا بين اللي كان فيه في انجلترا وكان في امريكا ورجع اليوم للترجي الرياضي التونسي لكن الحقيقه مطالب بتعديل الاوتار فوزي البنزرتي مدرب الاتحاد المناصري تحدث على فوز فريقه هذا يجي في ميكرو زميلي محمد الهادي بخوش اللي كان حاضر اليوم في ملعب منصور مجند ما عمرنا ما فكرنا في نتيجه تعادل مع حتى فريق انا طبيعتي هكا تذكرني كي مشيت للرجاء نرى في كوب دي موند مع احسن فرق معناتها هاجمتهم معناتها تاني نعطي ثقه للاعبين نعطيهم معناتها طال ليبرتي هاجمنا لازم نهاجموا مالوريزمون ما تقبلنا هدف في الشوط معناتها في دقائق الاولى مع اثر غلطه معناتها فظيعه بعد دخلنا الشوط قبلنا هدف ورغم هذا معناتها الفريق معناتها قوه شخصيه سد نوت معناتها القوه الشخصيه نتاع الفريق الا ما هابش الترجي نعرف الترجي معناتها فريق كبير ورشا فيه عناصر ممتازين وممتازين جدا امنا بحظوظنا اللاعبين نتاعنا امنوا بحظوظهم وهاجموا بقص مهمكم العدد وسجلنا ثلاثه اهداف ورجعنا في المقابله يعني مقابله كانت ممتازه من الطرفين وكل واحد معناتها امن بحظوظه ومبروك للاتحاد الرياضي المنصوري نشكر اللاعبين الكل معناتها على الاداء نتاعهم على الروح القتاليه تصور كل شيء معناتها في كره القدم كل
كل شيء ممكن معناتها ما فما حتى شيء مش ممكن معناتها. أما مختلة تبدا متقدمين عليك وترجع سدي نوت معناتها كنا الياد يترافاي معناتها بسيكولوجيك مونتال معناتها تمام بطبيعة الحال لوني لا معناتها بوسا معناتها بعض ساعات ننجحوا بعض ساعات ما ننجحوش فهمتي الحمد لله نجحنا اليوم نلعب مقابلة مقابلة. هذا فوزي البنزارتي في تصريحه في ميكرو زميلي هادي بخوش. كذلك تم تصريح الحقيقة شد انتباهي وعجبني نحب نعديه في قناة الدوري والكاس لزميلنا ياسين بورقيبة حاول قالوا هاك شفناك هذا اليوم في بنك الاحتياط فكي سألوا سؤال تعرفوا فوزي قبل فوزي البنزارتي نسمع الإجابة. شوف أنا ما تبدأ على أعصابي كان حس ظلم إذا حس ظلم نولي مهبول مختلف فما ظلم وفما ما تتحس إلا فما ما عارف فما كرامة تمس في كرامتي نولي ما تغير سينو أنا ديما هادي وانت تعرف مني ديما هادي وأخلاقي عالية ومتربي ياسر فانت ولد عائلة كبيرة ما عندي حتى مشكل ما أنت مستثناء وقتلت حس ظلم تحرمونيش من رياكسيون خليني جمد فول ولا نموت بالقصة كما يقولوا نموت بقلبي تاني ما أنت جمد فول ما أنت مش خرج ما أنت كل الشارج كل ما أنت كل هموم الكل تخرجهم وقتلت خرج من راو نرتاح لكن وانت تعرف نمية بعد 4 ساعة من ماتش خاز ولا 4 ساعة نرجع هادي والله ما عليه فوزي بزاف قالوا خلي لسي مو جمي ديفول قال مراني نقعد بعد 4 ساعة ونرجع لبس هذاك تبيعتو هذاك تبيعتو اللي تسمع قلبه ابيض راه غير عادي قلبه كبير عاد زوستر انيتو عندك اي ليه سيبه ما عندكش فكره ما عندكش فكره قداش قلبه كبير وقداش عيط عليك مره سمير مش نورمال كسر في دبابز الصافي قبل ما كانوا بالله وي دبابز البلاد ذكرها ما تنجمش تمشي التسير كسر عليك دبوزه مش عليا على الناس الكلها كسر على الناس لا لا ما كسرش كسر بالنار نتاع زويت كسر بالنار نتاع زويت كسر ومش نتاع كان بالشركه كارتي يقطعها كاك الكارتي الخشينه هذيك ويقطع يقطعها يا السوري وبالحق كي مقارب 4 ساعة ونرجع لبس يا يرجع عادي بعد المريتات المريتات اللي كسرها ليه المريتات شبيهم شبيهم كسر برشا مريتات اي معناها المريتات وما غاليين ولا زعما ما نعرفش من نعرف قولي سمير قولي كنت قولي فيك بينا سمير ذكر كلمة بيبز مريتيت ما انتوش لا يذكر بيبز البلار ما انت اللي يخطر ايه ودي مش نورمال مش نورمال هذيك تبيعته كهو هو قالك هو العائلة واخلاق وكذا وذكر كلمة صحيحة ولطف عليك يا سي فوزي قال تحبوني نموت بغصتي لطف عليك ما يعملش شيء ذاك ما يتفرك يعني عشان الاتحاد مناسيري كان حاضر اليوم خير من الترجي في الكرات الثابتة في الكرات العالية في الكرات الثانية استحق الاتحاد مناسيري فوز نتاعو لا نقاش ولا جدال خاصة انه يرجع مرتين في سكور ويسجل الثالث في بعض النقاط خاطرنا اليوم الماتش ما شفتوش كما قلت لك تفرج في كلوب افريكان شخصية فوزي بنزرتي تراها في اداء الملاعبيه نتاع الاتحاد الرياضي المنستير هاك المدرب ريتو كي كان يتكلم ترى الملاعبيه يقاتلوا فوق الملعب اثنين شخصيتك الرباح تراها عند الاتحاد ولو انه ناقص على مستوى الافكتيف كي نقارنوا الافكتيف نتاع المستير ماهوش اسبيرونس ولا كلوب ولا سي سي ولا سمير ناقص بشير بن سعيد وناقص روجي يوسف العبدلي وروجي في كل كومبارتي تصور انت ثلاثه هذو ما كان جاوا حاضرين وعنده ثلاثه اربع اخرين اللي ينجموا راهو مهيمن على البطوله التونسيه دونك واضح باش يحارب فوزي البنزرتي في السنوات الاخرى وفي كاريره الكل بريسك والسناخ خاصه من نقاط القوه عنده هي الكرات الثابته والكرات الثانيه كسوة هجوميه ولا دفاعيه ساعات يقعد بالساعتين يخدم فيهم لينتفد صحيح قيس ولا لا تظلم الدنيا تظلم الدنيا وقتاش لما تدخل الكره ليله الماتش ليله الماتش الاكسيتاسيون ربع ساعه يعملوها مدربين يوم ساعتين هو ما يستعرفش بها ما يستعرفش بها اللي تظلم الدنيا يقولك حتى تدخل الكره حتى اللي تتمارك وليو في المقابله وليو نغمزوا في المدافعين يا خويا خلي ندخل يتخاذلوا يتخاذلوا لي ديفونسور نغمزوا فيهم فما نتيجه سمير هكا دونك يا ودي خلي تقول تخرج خروح وانت كنت شوت الكفرونات عاد اي خلي نعملوا هكا جاردين خلي يخروح ما يسيبكش دونك مدرب يعرف اش يعمل ناخذوه في بعض الحاجات كذا ولا هذه مواضيع اخرى ولا عشارة جونترينمون ولا كذا هو ما يستعرفش فيه بتاتا ولكن يقعد قيمه فنيه كبيره ياسر تنعكس هذيك على اداء الاتحاد الرياضي المؤسسي في الملعب باش نكمل في اي ونحكي فرد مرة على الاتحاد المنافس ونربط على المسير باش ونربط ماهوش صدفه لونترنور لو بلو تيتري في تونس هذا واحد اثنين السنه يخدم في ظروف غير عاديه اللي متعود عليها فوز بن زرتي يخدم في الترجي الرياضي وقت اللي يخدم في النادي الافريقي وقت اللي يخدم في الرجاء في الوداد فما كونفور نتاع افضل سورتو عنده الظروف سورتو الفنيه الخيارات نتاعو تبدا كبيره في فرق كبيره السنه يلاقي صعوبات لانه ليفيكتيف كاليتاتيفمون اي كونتيتاتيفمون معناها لا من الكونتيتي ولا من الجوده كونتيتي كاليتي اليوم صراحه
الاتحاد الرياضي المنستيري العودة بعد واحد بلاش ويرجع واحد واحد اثنين واحد ترجع اثنين اثنين سمير اثنين اثنين ترجع ثلاثة 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 اثنين ثلاثة اثنين. شخصية المدرب معروفة ديما تتعدى للملاعبية إذا كان بارد يبردوا ملاعبيتك إذا كان حار وحتى بزايد وليو حارين بزايد الملاعبية لكن فما عناصر اليوم خرجت من له اليوم واضحين في الاتحاد الرياضي المنستيري اليوم حمزة جلاسي متوسط الميدان عنده مدة شوف عمل الماتش سمير اليوم سي لو روليور لو فري روليور شوف ياخذ الكرة يعطيها وبعد يخلط عليها ويسدد في اللي بالارتي تبارك الله هو 1.80 تبارك الله يسامبوز ثم خويا المهاجم العلوي حكينا عليه سمير تعرف اللي الوليد شنو الذميم جويد ذميم ماهوش قوي لكن عنده كاليتي نتاع انتيسيباسيون سمير ذكي يخمم قبلك بيشتر سيكوندا باش ينجم يعمل ديفياسيون الكرات اللي يجيو كل ما يخسرهم مش كان يخسرهم بكفران والجست اليوم نتاع كيفاه الى انتيسيبي الخروج نتاع صدقي الدبشي وعمل لو بتي لوب يدل على انه ملاعبي ما نحبش نقول كبير برشا زاد باش نزبوش نقولوا هاي يمشي ليكيب ناسيونال عن الملاعبين نحكيوا عليه في غدوة تلقى يمشي ليكيب ناسيونال اوكي ملاعب ممتاز جدا كان وازن اليوم في الانتصار نتاع الاتحاد الرياضي المنستيري وي وليد تفضل سمير سمح لي وليد جلاسي صار عم سيمش نحكيوا على الكلوب وبن في سعفيت عجلاسي قديش لعب في انديه تونسيه قدير ورا سي بي وسي اس وسي اس صغير وملعب الجيبسي وقتها لعبوا الكوب دافري وجال المستير في السنه متاخره هكا الى 30 تو في الكارير الكل بتاع 10 سنين ريتوشي مره جلاسي يدخل 18 ولا يشوت يرجعوا يقعد قدام الديفونس اثنين في المستير ولا يعمل روليور اللي قال عليه قيس ويدخل 18 ويعمل الخلاف سمير خاطر بحذاه خاطر بحذاه ملاعبيه يامنوا اللي هما لي دوز اترونجي يامنوا ولا ولا خاطر اهم من هذا عنده مدرب يامن يردوا بوكس تو بوكس اكثر منه بيفو كلاسيك في 20 ثانيه زوز ملاحظات عبد الحكيم مقران اللاعب الجزائري اللي سجل الهدف الثالث الاتحاد الرياضي المنستير باش نشوفوا التحولات والكره وحقيقه البارح مش حقيقة اليوم وحقيقة اليوم مش حقيقة غدوة كان باش يخرج في الشتاء كان باش يخرج في الشتاء وصاي تخذها فيه القرار أصر عليه أنيس المنستيري اللي هو المسؤول على الفرع كرة القدم في الاتحاد الرياضي المنستيري وقال يقعد يكمل معنا سيزون وريناه اليوم حتى لوفاسيون اللي عملها له بعد ما سجل هدف الثالث مشى أخاطر السيد هذا أمن به في الترجي نحب نتسائل وين وهاني أمامه اللاعب هذا اللي كثر عليه الحديث والصفقة هذه واللي أصر عليه راضي الجعادي اللي يتم انتدابه واللي عمل مقابلات مع الترجي في أول العام سمير بعد الانتداب تاعه مقابلات محترمة حتى في الشامبيونز ليج اليوم ممتاز اليوم, لا اليوم ممتاز. الحقيقة يظهر لي من حق جمهور الترجي انه يعرف شنو اليوم المشكل انه هاني عمامه ما يكونش موجود على الأقل في العشرين على الاقل في العشرين على الاقل على بنك ال لانه نرجع للموضوع لانه ضربه بدران ايمن ضربه بدران كانت من نقطه زاد تحول في اللقاء به زاد ثم نقطه تحول في اللقاء في اللقاء زاد عديد اعتبروا انه لي تروا شانجمون اللي عملهم فوزي بنزارتي في دقيقه 65 ولا 64 كانت هذيك نقطه التحول دخول بورا في بلاصه المباركي ثم ثلاثه تغييرات في المقابل في التراجي فوالا من وقتها شفنا الاتحاد المنستيري واجه بعد ثلاثه تغييرات هذوما اصبح فريق اخر تماما الاتحاد المنستيري فاصل ثم باش نحكيوا على مباراه الافريقي وفوزه ضد اتحاد بن قردان في سبور بلس من 7 ل 8 نتاع الليل مرحبا من جديد في سبور بلس 7:49 دقيقه نادي الافريقي فاز على اتحاد بن قردان 2-1 مدرب النادي الافريقي عادل السليم يتحدث على فوزه ثاني على التوالي منذ توليه القياده الفنيه المقابله كانت صعيبه صراحه كنا ننتظر ان تكون مقابله صعيبه خاصه على مستوى تنظيم التنشيط الهجومي كنا نعرف ان اتحاد بن قردان مش يلعب بالتكتل الدفاعي التالي نحاول انه يلعب على الكونتر لقينا برشا صعوبات ريتم كان برشا مبوط كبير هذا اللي خلى منهم ما لقوش فرص واضحه كما كنا نتمناو لكن يحسب للاعبين انهم املوا حظوظهم وديما قد ما تحاول ان تضغط على المنافس الا ويقع في الاخطاء هذا اللي شفناه في الشوط الاول الشوط الثاني للاسف مره ثانيه نقلوا هدف في اول شوط اول بطريقه ما تليقش لا بينا كإطار فني ولا باللاعبين الافريقي خاطر ما قبلنا هدف ضد الاتحاد الرياضي المصير المفروض ما نقولوش هدف بالطريقه هذه خلينا نحطوها في خانه صغر سن اللاعبين ولا ان صغر سن اللاعبين ما ينفعش ان نقوم باخطاء مثل هذه حضور الجمهور كان مهم ومهم جدا خاطر امل بالفريق
رغم اللي ما قدمناش مستوى كبير على المستوى الفني، لكن على مستوى العزيمة، على مستوى الإيمان أنه ممكن أنه نفوزوا بالمباراة هذه، خلينا أنه نسجل الهدف الثاني. هذا عادل سليمي مدرب النادي الافريقي، 3 نقاط في رصيد الافريقي واللي عنده 13 نقطة سمير، بعيد نقطتين على اتحاد المنسيري و5 نقاط على ترجي رياضي تونسي، مع العلم انه المباراة أربع نقاط على ترجي، أربع نقاط على ترجي، مع العلم أنه المباراة المقبلة باش تكون ضد ترجي في دربي العاصمة. الفوز الثاني على توالي عادل سليمي أمام اتحاد بن قردين، كل شيء مشكي وعود من جديد. أي ما هو ديما الربح به ما تنساش خذا ليكيب نهار الخميس، أول انترينمون نهار الجمعة، نهار السبت لعب مع المسير، واليوم يلعب الماتش الثاني، دوك ما قاش وقت الكل براتيك، ما قايس بشيريني شيريني مش بش، كلها كوميونيكاسيون، كلها حديث، تو فهمت، كلها تواصل مع الملاعبيه ومعنويات خاصه. اول حاجه ساعه سيناريو المستير تمركي ثم تقبل ثم في اخر الماتش تمركي بن قردين، تمركي بن قردين تمركي لك ثم في اخر الماتش، الماتش. معناها هذا معناها فما روح وفما ايمان، رجعت وفما ملاعبيه يمنوا انهم ينجموا يمركيو، وفما جمهور اللي عملوا في الدوزيامي طون تاع المستير واللي عملوا في الدوزيامي طون تاع بن قردين يدز اكد دزه هذيك قيناها وممن افوال وممن دونك هذا شربح من بعد عادل عنده الوقت باش يحضر وباش يخدم باش قيس تشوف ماتش حلو يلزم زوز فرق زوز كيبات لما الميتونلو والوليد فما فريق واحد هو النادي الافريقي وفريق ثاني رافض تماما للعب كما كل ماتشات الكل رافض تماما للعب وهنا النادي الافريقي قا صعوبات كبيره وفما اللي يلوم يقول لك لي لاتيرو ما طلعوش المهاجمين ما قاوش الكور بالكل والثلاثه ملاعبيه نتاع الميليو تيرا نتاعنا اللي هما صابو غندري وعزوني ما قاوش لي سوليسيون باش يطلعوا في الريتم وقتاش طلع الريتم 39 دقيقه لعب طلع الريتم وجاوا فيهم زوز فرص وبيلانتي في 6 دقائق اللي عملوا النادي الافريقي في 6 دقائق شوط ثاني قيس ما عملوش في 39 دقيقه لعب علاش لانه طلع في النسق كي تشوف البيلانتي نتاع زهير نتاع انسان عنده الرغبه ينحيها من قدام الديفونسور الديفونسور يعمل فوت جي البيلانتي خلقها زهير من عدم ملاعبي واحد اخر ما عندوش هكا الروح هذيك ما تجيش البيلانتي ما عندوش التجربه والخباثه نتاع والخباثه والامور هذيك كلها وخاصه قيس روحك الفولونتي الفولونتي دونك خلق بيلانتي من عدم بيلانتي صحيحه غيرة المعطيات كما كان يجيبه معادل قبل كما كان يجيبه معادل قبل ليدونتيتي فوالا علاش انا قلت باش تلقى ماتش حلو يلزم زوز فرق دوزيامي تو قينا زوز فرق خرجت بن قردين وانا سائل يا بن قردين اش بيكم عندكم فريق محلاه ويلعب الكوره هاك ما خسرتوا هاي في الاخر شادوا الديفونس وخسرت والماتشات الكل اللي تلعبوا فيهم تخسروا فيهم وشادين الدفاع بتسعه يدافعوا في الشوط الاول في العبوا كوره تحروا شفنا بن قردين محلاه في دوزيامي تون وشنو باش يربحك وباش يلعب دفاع بن قردين ما فهمتش حتى شيء يا راجل فما شيء تلعب الدفاع ومن بعد لا سمير مثالش حقك تلعب الدفاع اما حلاك تلعب الدفاع وتحافظ ايه اما ولا. مش كل مره تلعب الدفاع وتقبل وبعد تخرج وتعاود تزيد تقبل هذا هو المشكل ولا هو مش هذا العب الدفاع اسلوب لعب العب الكونتر معاها ما يزم تحب تمركي ولا يا اخوي العب الدفاع مش مشكل هو اسلوب لعب وبعد ترانزيسيون رابيد وبعد ترانزيسيون رابيد تمشي تلعب الكونتر تلعب له عنده الامكانيات ولا سمير هذا عنده فرديات موجوده كريت دوزيامي تون انا ريت دوزيامي تون من افضل ما ريتهم بين النادي الافريقي يهاجم باربعه وبخمسه وبسته وبسبعه راه وصل الكلوب والاتحاد بن قردين يهاجم كذلك من الغادي واللعبه كانت من هنا ومن هنا والفرص اللي لنا فرص كبيره ياسر دوزيامي تون النادي الافريقي كيقبل البونتو وصل قيس يلعب اربعه مهاجمين يدخل شهاب العبيدي يدخل شماخ يدخل قبلهم حمدي العبيدي قرب ادم ويدخل حمدي العبيدي ويخرج صابو ويخرج لاري عزوني ولعب تقريبا بأربعة وحتى اللي تلو طلعوا ولعب بالغندري الغندري قدامه شوية شهاب العبيدي وأربعة في الهجوم دونك فما مجازفة كادوكات تقريبا كادوكات وفي المقابل بن قردين قاعد يستغلوا شفنا ماتش حلو برش فما ربحنا النادي الافريقي ربح برشا حاجات على مستوى نص المترو بوان قيس ربحنا شهاب العبيدي هيت خنعتي سؤال شهاب العبيدي القيس اليعقوبي هنا شهاب العبيدي بعد ضربة الجزاء دربي وما نجرى عنها ضربة الجزاء هذيك
اليوم شفنا ردة الفعل نتاع شهاب العبيدي وقت تسجيله الهدف ووقت اللي هو طريقة احتفاله في الهدف وكان حامل عبء ثقيل برشا. كذلك ثلاثة مباريات القبة المقبلة نحكي عليهم بعد شوية. وي قيس سونز اوكان دوت اليوم سي لا ريزوركسيون، هذا يتولد من جديد الملاعب، يحيى من جديد. ما عندكش فكرة شنية الثقل نتاع المسؤولية، سواء حملوه الناس ولا ما حملوش المسؤولية نتاع خسارة زوز نقاط في الدربي. لو جوور اي انكونسولابل، متنج حتى واحد نجم يفرهد عليه، لا بوه لا امه لا صحابه لا مدرب ولا تحبوه، ينجم يمكن يرفعوا له شويه المورال. اليوم حيا من جديد الهدف، وشفنا طريقه الاحتفال نتاعو وكانه مشى للجماهير يستسمحهم، وجمهور الفريق يفك الشيخ هذيك الكل وثنين بواحد وفا الوقت طاح الكف على ظل طاح الكف على ظل ورجعت الامور نورمال. انا عندي ملاحظه فقط نحب نسوقها في 22 لاعب يلعبوا مع السته اللي دخلوا ولا اكثر من سته ملاعبيه، فما ملاعب اللي 9 شهور التالي بين ظفرين تهمش وتنسى وقريب يتلوح اللي هو زهير الذوادي. زهير الذوادي رجع في فورما توب فيزيكمون، تقول زهير سمير نتاع 2008 و2007 زهير يعمل في ماتش كامل ولا ما خرجوش عاد اليوم اوكي. زهير كيفاش سرق الكره من ساق الديفونسور صعيب ياسر. شوف هذوما يعملهم عادل السليمي سمي تواتي زهير الذوادي، النوعيه نتاع اللاعبين احنا نسميهم قولوا ثعلب لو رونار دي سيرفاس. زهير اليوم من حد شيء من لا شيء صنع فرصه اللي دخلت الكلوب في الماتش. دونك برافو زهير، برافو العادل. سمعت عادل يتكلم اون تري بال فاسون باش يحمي الملاعبيه نتاعو، حاجه حلوه برشا برشا. عادل بدات التراكمات نتاع التجربه والعمل في المنتخب تخدم مع ملاعبيه هذا النيفو نتاعو عالي. لو ركول كي تبدا ادجوان سمير اقل عليك ضغط، دونك واضح عادل ما نحبش نقول بدا ينضج، نضج عادل ان شاء الله ربي ينجحوا، وبيان سور في نجاح عادل نجاح النادي الافريقي والعوده الى الانتصارات، وعلى الاقل اخويا نراو الفريق في المراتب المتقدمه. الثلاثه جولات المقبله المتبقيه للنادي الافريقي وليد، جوله ثامنه ضد الترجي في الديربي، جوله تاسعه يستقبل النادي الصفاقسي في رادس، والجوله العاشره والاخيره يواجه النجم الساحلي في سوسه. كومين توا النادي الافريقي عنده ترجي صفاقس والنجم الرياضي الساحلي، لكن النادي الافريقي اكيد باش ياخذ بالمقابله من مقابله، اهم مقابله هي المقابله الاولى اللي باش تكون الديربي، والديربي نجم تكون من بعد لي ريبيركسيون نتاعو والتاثيرات على زوج مقابلات. لكن ايش نقول لك، ايمن محلوله معناتها على كل الاحتمالات الفوق في البطوله، محلوله على كل الاحتمالات الفوق في البطوله المراتب الافريقيه. انا نتصور الحسم باش يكون في اخر جوله في البطولة والمراتب الإفريقية، تصور الحسم باش يكون في آخر جولة، نتعرفوا على البطل ونتعرفوا على شكون باش يلعب تشامبيونز ليغ وشكون يلعب الكاف. بالنسبة للاتحاد المناسيري جولة ثامنة يستقبل النجم الساحلي، ثم يواجه اتحاد بنقردان، ثم يواجه نادي صفاقسي في طيب المهيري في الجولة العاشرة، وبالنسبة للترجي ديربي يستقبل فيه نادي الإفريقي، ثم جولة تاسعة يواجه النجم الساحلي في ملعب سوسة، ثم الجولة العاشرة والأخيرة يستقبل اتحاد بنقردان في رادس. هذوما بالنسبة لثلاثة جولات المقبلة. بعد شوية بعد دقيقة من توا باش يعلن سيد جلال قدري على قائمة المنتخب الوطني التونسي، باش نرجعوا لها. العاشوري اللي قلت اسمع، العاشوري اللي برنامج فلاحي السكوب نتاعنا صحيح البارح. العاشوري البارح وليد ماهوش معانا في الايميسيون، بعث ميساج لفريق الاعداد قال لهم راه ثم لاعبي اسمه عاشوري باش سي بون تفهموا معاه. يا اخي انا قلت على ضمانته يا اخي، هاو اليوم التاكيد الرسمي جاي من عند الجامعه التونسيه لكره القدم. هنيئا لك بهذا سكوب، وهنيئا لتونس والجامعه كل سكوبات بهذا اللاعب الجديد. ان شاء الله يتمناه وتعالوا نشوفوا نرجعوا له باكثر تفاصيل ان شاء الله غدا. شكرا سمير السليمي، كانت حصه ممتعه. شكرا وليد الغرفان، شكرا قيس اليعقوبي. غدا ان شاء الله كالعاده متقانا في نفس الهدف. شكرا على المتابعة وعلى الاستماع، تصبحوا على خير. سبورت بلس على اي اف ام احلى راديو.